دورك بعد التسليم إن شاء الله. ما تقام دام صلاة رسول الجماعة الله بإمامة السيد صلى عدنان الله عليه جلوخان الموسوي. وآله تقام وسلم صلاة الجماعة أشهد بإمامة أن السيد عدنان محمدا جلوخان رسول الموسوي. الله أفضل الأعمال صلى الصلاة الله على عليه محمد وآله وآل وسلم. محمد. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قد قامت الصلاة، قد قامت قامت الصلاة، الصلاة. قد الله أكبر، قامت الله أكبر، لا الصلاة. إله إلا سووا الله. استغفر الله الصفوف لكل يرحمكم ذنب. يا الله. محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. بسم أنية الله تكبيرة الإحرام. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. سبحان سبحان ربي الله العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته بحول أقوم الله وأسجد، أركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله على الحليم محمد الكريم. محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله، سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله. أركع يا الله وأسجد. يا الله. سبحان الله والحمد لله.
الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقول أركع وأسجد الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا في زمرتهم وارحمنا بهم يا كريم سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بمحمد وعترته الطاهرة اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الثانية غفر الله لكم على محبة أبي الفضل العباس الثالثة بأعلى أصواتكم تسبيح سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام يا مؤمنين ونسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنت
ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. قد قامت الصلاة، ساووا الصفوف يرحمكم الله. يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، إن هي تكبيرة الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، بحول الله وقوته، بحول الله أركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، كذلك الله ربي. محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، بمحمد وعترته العذاب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. الله اكبر، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله اكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل شفاعته في أمتي وارفع درجته بحول الله، بحول الله. يا الله، يا الله، الله أكبر، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله بحول الله أقعد أركع وأسجد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا في زمرتهم وارحمنا بهم يا كريم سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين الله أكبر بسم الله وبالله بالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على محبة الحسن والحسين الثانية لقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولتعجيل فرج صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أصواتكم تسبيح سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام يا مؤمنين ونسألكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع
اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكار والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، وهي منهاج الأنبياء. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليكن أكثر همك الصلاة، فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الصلاة حصن من سطوات الشيطان. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. هنا في هذا الصرع عبق من طيب الجنان، أبواب شاء الله أن تكون مفاتيح الفرج، منها يدخل الزائر وهو محرم بالدعاء. Thank you.
وقضى حاجته. يا حسين، يا حسين. الأمم كالطيور تحلق بجناحين هما الرجل والمرأة، ولكي تصل إلى أسمى القيم ورفعة الحضارة وتحقيق التوازن في الحياة لا بد أن يكمل كل منهما الآخر. فقد يغلب حنان المرأة حكمتها، وقد تغلب حكمة الرجل حنانه، فيجتمعان في هذا الكون ليعمراه بلبنة من الحنان ولبنة من الحكمة. فلم يخلقنا الله من ذكر وأنثى عبثا. ومن أسمى آيات الله تعالى بين الرجل والمرأة هو أن يجمعهما زواج مبارك من الله، يصان باتباع هدى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله. ليس الزواج لشهوة وغريزة، إن الزواج تعفف وطهور. ليس الزواج ستار أطماع وما تغني عن اللب الشهي قشور. كان النبي معلما في أهله، وهو الرسول مبشر ونذير. خير الأنام وخيرهم في أهله، في خدمة لعياله مشهور. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، والسلام على خير الخلق لنسائه وأهل بيته المبعوث رحمة للعالمين ورحمة الله وبركاته. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والسيدة خديجة عليها السلام رمز للزواج السعيد والتضحيات والمساندة الزوجية. فعلى الرغم من وجود بعض الأمور التي قد يرفضها أبناء جيل اليوم بشريك الحياة كفرق العمر والحالة المادية البسيطة، إلا أن السيدة خديجة كانت سنداً لنبينا في محنته، وكان أماناً لها في حياتها، وكانت المودة والرحمة والتفاهد يسود حياتهما. فهي آمنت به ودعمته بمالها وإمكانياتها، وتحملت معه الصعاب، ومن ذريتها أئمة منارة للعلم إلى يومنا هذا، ودين خالد إلى قيام الساعة. فكيف كان التعامل بينهما؟ وكيف كان يحتويها وتحتويه على الرغم من الصعاب والضغوط؟ من المؤكد أنهما اتبعا أفضل الطرق والأساليب التي إذا اتبعناها في زماننا هذا لغدا بيت الزوجية بيت سكينة ومودة ورحمة. يروى عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجد هذا، إن اعتكاف المرء في المسجد يجني فوائده بمفرده فقط، فالراحة له والأجر له، أما جلوسه مع امرأته وأطفاله فتعود بالفوائد الدنيوية والدينية عليه وعلى زوجته. فنجد كثيرا من الناس عاكفين في المساجد، عابدين قائمين صائمين، لكن في المقابل لا يؤدون حق زوجاتهم وأطفالهم في الجلوس معهم والاستماع إليهم، ولا يخصصون لهم من الوقت إلا القليل القليل. فكيف إذا تجاهل زوجته وترك المسجد أيضا، وأمضى معظم وقته على هاتفه المحمول لا يكترث لعياله؟ فهنا بات لا يكسب الدين ولا الدنيا، ميت جالس بجسده فقط كما يحدث في أيامنا. فما الآثار التي ستنتج عن ذلك بكون الرجل راعياً لأسرته ومسؤولاً عنها؟ وما فائدة تواجد الزوج قريباً من زوجته؟
هذا ما سيجيب عنه ضيوف حلقتنا الشيخ الفاضل والأستاذة الباحثة. طبعاً أي إنسان هو كائن اجتماعي بطبعه يحتاج إلى أنس، إلى من يتواصل معه، والأنثى بحاجة إلى ذلك أكثر من الرجل لكونها عاطفية أو المنح العاطفي فعال في الأنثى أكثر من الرجل، لذلك هي بحاجة جدا إلى أنيس. أفضل وأقرب أنيس لها بعد الله عز وجل هو الزوج. طبعا جلسات الأنس أو جلسات الحوار العاطفي مع الرجل أهم أثر من آثارها أنه يخفف المشكلات الأسرية، تمام؟ عندما يكون هذه الجلسات العاطفية أو تتكرر أو تكون بشكل روتيني، روتيني مو بالمعنى السلبي بل بالمعنى الإيجابي، يعني بمعنى العادة، تمام؟ لكن بخلق أجواء أخرى تخرج عن الروتين. ما فينا نحدد أنه حاجة الرجل إلى الأنثى هي أكبر أو أقل من حاجة الأنثى للجلوس والأنس مع الرجل أو مع الزوج، لأنه الأمر نسبي، يعني يختلف بحسب طبائع الأشخاص. تجد بعض الرجال حاجتهم إلى الأنثى أكثر من حاجة الأنثى إليهم، وتجد بعض الأخوات حاجة الأنثى أشد من حاجة الرجل إليها للحوار، للجلوس، للأنس، لهذه الأمور. فالأمر نسبي وليس أمر في له قاعدة مثلا عامة أبدا. إذا صلح أمر الأسرة صلحت الأمة بأسرها، لأن الأمة مجتمعات، والمجتمعات عبارة عن مجموعات من الأسر، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بأسرها. من هنا أيها الأحبة علينا أن ندرك أن أداء حق المسجد يمثل جانبا عظيما من جوانب إصلاح أمر الأمة، إلا أن أداء حق الأسرة يمثل كل جوانب إحياء الأمة بأسرها. صلاح الأسرة متوقف على حاجات تحتاجها الأسرة، حاجات نفسية أيها الأحبة. كلنا ندرك أن أهم مرتكزات الصحة النفسية السليمة هي شعور الاستقرار، شعور السكينة، شعور الأمان. هذه المشاعر الذي يلبيها بداية هو الرابطة الأسرية، التواصل الأسري المستمر، الحوار المستمر مع أفراد الأسرة وما بين أفراد الأسرة. هذا أولا. ثانيا، لابد أن ندرك نفسيا وسيكولوجيا أن هذه المشاعر التي تضمن الصحة النفسية لأبناء وأفراد هذه الأسر لا يمكن أن تنشأ إلا بعد تعزيز دور الارتباط الغيبي بالله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، نحن ندرك واقعا أن الأسرة المثالية تقوم على راحة الأم. هذه الأم أيها الأحبة التي هي المرأة كيان عاطفي، عليك أيها الرجل أن تعرف متطلبات هذا الكيان، أن تعرف متطلبات هذه المرأة التي تختلف واقعا عن حاجاتك، تختلف عن متطلباتك، ثم بعد ذلك عليك أن تلبي هذه المتطلبات التي تحتاجها المرأة: اهتمام، كلام طيب، تقدير. ماذا لو تنازل الرجل عن مهمته في تلبية هذه الاحتياجات أيها الأحبة؟ في الواقع العاقبة وخيمة جدا أمام هذا المستوى العالي جدا من حاجة المرأة العاطفية وحاجاتها النفسية، وأمام هذا التنازل عن المسؤولية تلبية هذه الحاجات، وأمام وجود أقنية أخرى يمكن للمرأة أن تقصدها لتلبية حاجاتها أيها الأحبة، ومع وجود ضعف النفس وضعف الدين يمكن أن تحدث المشكلة الحقيقية، أن تذهب إلى من يلبي هذه الحاجة فيبدأ الكلام بسؤال، ثم بعد السؤال اهتمام، ثم بعد الاهتمام تعود، ثم بعد ذلك التعود مصيبة كبيرة بأن تتنازل هذه الأم أيضا عن مسؤوليتها وأن تبتعد عن أسرتها، فينتهي أمر الأسرة وينتهي بذلك أمر الأمة بأسرها.
تعامل النبي صدفة. وصحيح أن هناك الكثير من النساء تساند زوجها في العمل خارج المنزل ولهن الأجر الكبير في ذلك. قمنا بسؤال ضيوفنا الكرام عما يخص هذا الموضوع لنتناوله وإياكم بشكل أعمق وأدق، وسننتقل أيضا لسماع أجوبة الناس عن سؤالنا، فابقوا معنا. طبعا الكرامة بين الزوجين أو مسألة الكرامة هي مسألة عامة، يعني الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، يعني كل إنسان مكرم تمام من من منذ نشأته وخلقته. فالمرأة لها كرامة والرجل له كرامة. الحالة المفروضة أن كل من الزوج والزوجة مراعاة كرامة الآخر وعدم المساس بكرامته، فما في عنا فوقية بالكرامة، أن كرامة الزوج أعلى مستوى أو أعلى شأنا من كرامة الزوجة أو العكس. لا، هون نفس الشيء. هاي الحالة لا يعني أن المرأة إذا أطاعت زوجها فيما فرضه الله تعالى عليها من واجبات له أن ذلك يمس بكرامتها أبدا، وفي نفس الوقت على الرجل أن يحافظ على كرامة زوجته كما أمره الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. أولا بالنسبة للواجبات والحقوق بين الرجل والمرأة، لكل له واجب أو عليه واجب وله حق تمام، سواء في الرجل أو المرأة، وحددها الله عز وجل في كتابه الكريم، وحددها أيضا الأئمة سلام الله عليهم وعلى رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في القرآن الكريم ورد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ففي عندهن واجبات ولهن حقوق. ما في مساواة بين الزوجين، بل ما في، لا يوجد مساواة بين أحد من خلق الله تمام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي مفاضلة تمام، يعني حالة تفضيل وليست حالة تسوية. نعم، المساواة في الإنسانية، المساواة في التكاليف، المساواة في الحقوق، لكن أن يكون شخص مساوي شخص تمام في الحياة، لا، ما في تسوية بين الزوجين خاصة في مسألة الواجبات والحقوق. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. العلاقة ما بين الرجل وما بين المرأة ينبغي أن تكون كما أرادها الله سبحانه وتعالى، علاقة تكامل لا علاقة تساو. الله سبحانه وتعالى لم يقل لتسكنوا معها، لو قال لتسكنوا معها لكان كل واحد من الرجل والمرأة يمثل كيانا خاصا منفصلا عن الآخر، إنما قال الله سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، أي ليسكن كل واحد من الرجل ومن المرأة إلى ما ينقصه، فيسكن الرجل إلى ما ينقصه من العاطفة إلى المرأة، وتسكن المرأة إلى ما ينقصها من الحكمة إلى الرجل. وهنا خلق الله سبحانه وتعالى ما أطلق عليه عنوان السكينة والسكنة، حينما لا تكون العلاقة علاقة حاجة كل واحد إلى الآخر، فإن الإنسان في الواقع هنا سلب أجمل لذة من لذات الحياة، وهي أن يسكن إلى من يحب، أن يسكن إلى من يحتاج. معنى أنني أتكامل معك يعني أنني أحتاجك، أحتاج أن أجد عندك ما ينقصني لأكمله، أحتاج أن أأخذ منك ما أحتاج. الرجل جعل له إمكانيات وجعل له طاقات معينة، فجاء تكليفه متناسبا مع إمكانياته ومع طاقاته، وكذلك المرأة جعلت لها إمكانيات وجعلت لها طاقات، فجاء تكليفها متناسبا مع إمكانياتها ومع طاقاتها التي وهبها الله سبحانه وتعالى لها. ماذا لو كنا متساوين أيها الأحبة، لم يكن هنالك أي انسجام ما بين الرجل وما بين المرأة، لعدم وجود حاجة يتكامل بها الرجل مع المرأة وتتكامل بها المرأة مع الرجل. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إضافة لسؤالكم الكريم في ذيله الأخير، الله يبين أنه ساوى بين الرجل والمرأة حينما اتحدت
في موضوع المساواة اتحدت الإمكانيات والطاقات فساوى بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، فقال جل من قائل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لاحظ دائما يساوي في دائرة التكليف ما بين الرجل والمرأة، والمؤمنين والمؤمنات. ثم يقول جل من قائل: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يروى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرائيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحش، قال: خير الرجال من أمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ويحنون عليهم ولا يظلمونهم. فأعتقد أن الضرب من أكثر المشاكل التي تنتهي بالطلاق. وروي عنه: ألا أيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق، لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان. فالغيرة النسائية أحيانا تؤدي بالمرأة لتكليف زوجها ما لا يطيق. ولهذا سننتقل لسماع رأي أهل العلم والخبرة عن هذه المواضيع من طلاق وأسبابه، فابقوا معنا. طبعا للطلاق أسباب كثيرة، منها أسباب تعود إلى الفرد، منها أسباب تعود للمجتمع. من الأسباب الفردية أو الشخصية التي تعود على الفرد عدم التوافق في الطبائع بين الزوجين، تمام، لأن الزوجين هناك أنماط في العلاقات بين الأزواج، نمط عاطفي، نمط مادي، نمط جمالي منسميه، في أنماط كثيرة للعلاقة أو الارتباط بين الزوجين. فيمكن أن يكون هناك اختلاف في الطبائع، اختلاف في المبادئ، اختلاف في الأفكار، يؤدي إلى نشوء اضطراب في العلاقة الزوجية تؤدي إلى الطلاق. هذا سبب شخصي بيرجع إلى طبيعة الشخص. من ضمن أيضا المشكلات التي تؤدي إلى الطلاق أيضا المشكلات الأسرية، يعني تدخل الأهل في حياة الزوجة أو تدخل أهل الزوج في حياة الزوج، أيضا هذا يؤدي من الأسباب الخارجية أو المجتمعية التي تؤدي إلى الطلاق. طبعا الطرق العلاجية للطلاق تسبقها طرق وقائية، وردت في القرآن الكريم 5 خطوات للوقاية من أن نصل إلى هذه الحالة، ألا وهي الانفصال أو الطلاق. طبعا من هاي الموارد الموعظة: وعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، وقضية الضرب المرأة أو كذا لها سجال يعني طويل. فوضع القرآن الكريم منهج للعلاج، ثم يأتي بالمرحلة الرابعة يقول: وحكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، حتى يصل إلى المرحلة الأخيرة ألا وهي الطلاق. فعندي حالات وقاية من أن نصل إلى الطلاق، ثم الحالات العلاجية اللي هي: وحكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. طبعا المرأة التي يعني تنظر إلى الحالات الاجتماعية الأخرى، تمام، فتنشأ لديها ردة فعل أنه تكون بالمستوى الموجود في المجتمع المحيط لها، فتتطلب من الزوج متطلبات زيادة عن يعني عن قدرات الزوج، فيصبح لديه ثقل يعني زائد هذا الزوج. هذه المرأة بحاجة إلى الوعي والبصيرة بالواقع الذي تعيشه، ففي أولويات عليها أن تنظر وتعي ما هي الأولويات التي لها، تمام، وما هي الأولويات التي عليها أن تحافظ عليها. بهذا الوعي للمرأة ممكن أن نعالج هذه المشكلة، يعني بتوعية المرأة وتبصرتها إلى أهمية الحفاظ على أسرتها أولا وآخرا. لا يجوز للرجل أن يضرب زوجه، وأقول زوجه لأن كلمة زوجته في اللغة العربية كلمة خاطئة،
نقول زوجا للرجل وزوجا للأنثى، فلا يجوز للرجل أن يضرب زوجه، بل وإذا ضربها وخلف ذلك احمرارا على البدن فهو آثم وعليه دية في ذلك. أما عن القسم الثاني من السؤال، نقول نعم، في الأصل الطلاق بيد الرجل، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة حقا في أن تمتلك حق الطلاق، فبإمكان أي امرأة أثناء عقدها على زوجها أن تشترط أن تكون وكيلة عنه بطلاق نفسها، إما مطلقا أو بتقييد ذلك بقيد السفر الطويل مثلا، الغياب الطويل مثلا، إذا فعل كذا إذا فعل كذا. الشارع جعل لها حقا في امتلاك وكالة عن زوجها في طلاق نفسها. مشكلة الطلاق واقعا، سيبقى الطلاق فارس النهايات ما دام الزواج في منطقنا نصيبا وليس قرارا، ما دام الزواج في فهمنا عبارة عن تعارف سطحي يتعمق فيما بعد، سيبقى الطلاق فارس النهاية. ما دام الزواج مقدمة لتعارف يأتي فيما بعد، سيبقى الطلاق فارس النهايات. ما دمنا نجهل لماذا نحب وكيف نحب ومن نحب، سيبقى الطلاق فارس النهايات أيها الأحبة. ما دمنا لا نحترم قوانين المسافات ونجهلها، ما دمنا لا ندرك معنى العطاء، كيف نعطي، متى نعطي، إلى أي حد نعطي، ما دمت أعطي والآخر يزهد وقد أدخم في العطاء، أو أغلق أبواب العطاء والآخر بأمس الحاجة إليها، سوف ينتهي ذلك بطلاق أيها الأحبة. علينا أن نتعلم، العلاقة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى تدبر أيها الأحبة. وفي النهاية ما دمنا لا نقنع، ما دمنا نتنزه عن واقع كائن إلى خيال لن يكون في يوم من الأيام، سيبقى الطلاق هو فارس النهايات. إن أعظم بناء في الإسلام عند الله هو بناء الأسرة، لهذا نجد النبي صلى الله عليه وآله قد رسم لنا مخطط هذا البناء من الأساس إلى النهاية، والذي إذا التزمنا بمقاييسه كان البناء حصناً منيعاً ضد أي مشاكل تعكر العيش وضد الفتن، وكان حراسه المودة والمحبة والرحمة، وكان ساكنوه بمأمن وهناء، فليعن كل شريك شريكه على مودته وليقدر قيمته، فهو الشريك في الشدة والسعادة والخير والتعب، فهي مخلوقة من نفسك وأنت سكنه وبيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المفصلة من قناة كربلاء الفضائية، والبداية من العناوين. الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة يعلن عن رؤية حقيقية لجعل مدينة كربلاء المقدسة عاصمة العراق الطبية. هيئة الحج والعمرة في بغداد تعقد المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات لتوضيح دور المرشد الديني في إنجاح موسم الحج. مركز حسينية الزهراء عليها السلام التابع للمرجعية الدينية العليا في السويد يعقد مؤتمر الإمام الصادق عليه السلام الدولي الرابع عشر.
في التفاصيل أهلا بكم. أعلن الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العبايتي أعلن عن وجود رؤية حقيقية لجعل مدينة كربلاء المقدسة عاصمة العراق الطبية من خلال استقطاب الخبراء من الأطباء العراقيين والأجانب. وأوضح العبايتي أنه تم التنسيق للتعاقد مع مختلف الجنسيات الأجنبية من اليابان وبريطانيا وتايلاند إلى جانب استيراد أفضل الأجهزة الطبية العالمية الرصينة لجميع المؤسسات الصحية في العتبة المطهرة. هناك توجه كبير لاستيراد وتوفير أفضل الأجهزة والتقنيات الطبية في العالم. يعني هذا الهدف كلما يعني عرض على الإدارة العليا لا سيما سماحة المتولي الشرعي عزه الله، أي جهاز متطور لا يتردد في الشراء وخلال يعني فترة وجيزة وقصيرة. الهدف هو خدمة المواطن وتوفير العناء، ويعني يكتفي المواطن ويقتنع أنه في العراق هناك مستشفيات متطورة جدا. وأيضا هناك توجه جديد هو خلق توأمة مع الكفاءات العلمية سواء كان من العراقيين الموجودين خارج العراق أو الأطباء الـ يعني معروفين على مستوى العالم، واستقطابهم لخلق توأمة وخلق حالة من تحسين الخدمات الطبية وخاصة الأمراض المستعصية. هناك أمراض صعبة جدا، يعني مثلا اعتلال الأعصاب، هذا مرض يعني مو سهل ولأول مرة يطرق هذا الباب. إلى ذلك زار وفد طبي أوروبي مستشفى الثقلين لمعالجة الأورام السرطانية التابع للعتبة الحسينية المقدسة في البصرة، وذلك للاطلاع على مواصفاته. الوفد الطبي الذي أجرى جولة ميدانية في المشفى أعرب عن إعجابه بهذا الصرح الطبي الذي يمتاز بمواصفات عالمية متطورة. قبل أن يباشر الوفد الطبي الأوروبي القادم لمحافظة البصرة أعماله بتقديم الخدمات الصحية المجانية في مستشفيات المدينة، زار مستشفى الثقلين للأورام السرطانية التابع للعتبة الحسينية المقدسة للإطلاع على ما شيدته العتبة المطهرة من صرح طبي متطور خدمة لأبناء البصرة والمحافظات المجاورة لها. أولا نتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا المستشفى في قبول دعوتنا هذه للزيارة. حقيقة ما وجدناه ولمسناه في جولتنا هذه في المستشفى هو توفر كل الأمور الطبية التي يحتاجها المرضى. تتوفر هنا أجهزة طبية عالمية هي أكثر تطورا من التي عملت عليها في بعض الدول الأوروبية. şimdiden yerleştirilmiş kullanımı hazır vaziyette görünüyorlar. عندما سمعوا هذا الوفد الطبي التركي بهناك مركز أو مستشفى للعتبة الحسينية بالنسبة للأورام أصروا على زيارة هذا المستشفى، مع العلم بأنه المستشفى لحد الآن غير مفتوح. لكن عندما طلعوا على الأجهزة وعلى الخدمات الراقية الموجودة تفاجؤوا، يعني بحيث بعض الأجهزة الموجودة هنا في هذه المستشفى التابعة للعتبة مستشفى وارث غير موجودة حتى في بعض الأماكن في إسطنبول مثل جهاز HDR treatment وغيره. الوفد الطبي تجول في أروقة المستشفى مستطلعا عمل الأجهزة الإشعاعية منها البيت سكان الخاص بكشف ومعالجة السرطان، فضلا عن مشاهدته للردهات والمختبرات المتطورة وصالات العمليات المواكبة للحداثة العلمية. الوفد الزائر عبر عن انبهاره بهذا الصرح الطبي واصفا إياه بأنه نسخة عالية من المستشفيات الأوروبية المتطورة. حقيقة سمعنا أن هذا المستشفى سيقدم خدمات صحية مجانية لمدة عام كامل للمرضى، فنحن أيضا كأطباء فوق الاختصاص مختصين في معالجة الأورام نستعد لتقديم جميع خدماتنا لهذا المستشفى بالمجان. أيضا سنعمل في الأيام المقبلة لتقديم خدمات استشارية لبعض المستشفيات الحكومية بالمجان. Şimdiden yerleştirilmiş kullanımı hazır vaziyette görünüyorlar. المستشفى الذي ذاع صيته قبل موعد افتتاحه الرسمي
يشهد تقديم طلبات كثيرة من وفود طبية محلية ودولية لزيارته والاطلاع عليه من داخل مستشفى الثقلين لمعالجة الأورام السرطانية نزار العلي البصرة. عقدت هيئة الحج والعمرة في بغداد المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات. المؤتمر جاء لتوضيح دور المرشد الديني في توجيه الحجيج لأداء المناسك العبادية إلى جانب توضيح المسائل الشرعية بهذا الخصوص. مع قرب موسم الحج والاستعداد لتفويج الحجاج العراقيين، نظمت دائرة الإرشاد والبحوث في هيئة الحج والعمرة المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات. المؤتمر الذي احتضنته الحضرة القادرية شهد حضور المرشدين الدينيين من رجال الدين والمسؤولين في الهيئة الذين